مسافة بعيدة ونحن في منطقة تقريبا الآن أرى عملية الدخان. نحن نرى الصور مباشرة أمامنا الآن صالح. هناك استهداف إذا كان بالإمكان بس زميلنا المصور. نعم صالح نحن ننشر العربي يرى الصورة إلى الأعلى مباشرة. صالح إذا كنت تسمعني مشاهدو العرب يرون الصورة الآن مباشرة على الهواء. هناك بناية سويت بالأرض وهو مبنى يتكون من عدة طوابق على الأقل 7-8 طوابق على ما أرى في الصورة أو ربما حتى أعلى. أعمدة دخان كثيفة جدا بعد استهدافه بالصاروخ الذي كنت تسمع صوته. ما الصورة عندك صالح؟ نعم هذا المبنى هو برج الشروق الذي تم تهديده قبل قليل بقبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم إجبار سكانه على إخلائه بعد تهديده وكذلك إطلاق صواريخ من طائرات استطلاع إسرائيلية باتجاهه والآن هو يقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا برج يقع في حي الرمال وسط مدينة غزة وهو يتكون ليس أقل من 13 طابقا. هذا البرج تم استهدافه الآن وهو من الأبراج التي تحوي مكاتب لصحفيين ومكاتب ومؤسسات وأيضا محال تجارية وهو أيضا في منطقة تجارية حيوية في مدينة غزة تعرف بشارع الرمال. تم الآن استهداف هذا البرج وتم تدميره فيما يبدو بشكل إذا كانت الصورة من زاوية أخرى أوضح. نعم نحن لكن نرى الصورة الآن مباشرة طائرات F-16 ويعمد السير.